مهما اقول طبعا انا سعيده جدا ان انا موجوده النهارده في احتفاليه لذكرى فنان عظيم زي محمود ياسين. طبعا بشكركم ان انتوا اتحتوا لي الفرصه دي. وطبعا استاذ محمود ياسين ده اول فيلم في حياتي واول ما اقف قدام كاميرا ومن انتاجه وبطولته فيلم تحياتي للاستاذ العزيز. طبعا دي ده شرط ان انا اقف معاه بقى. هو مهما اقول عليه اولا هو فنان اخلاق، بساطه، تواضع، ثقافه، علم، محبه العام، محبه. كان يقف قدامي كده اول يوم، طبعا انا بترعش معايا محمود ياسين، يعني واقفه قدام حاجه ما احلمش بيها طبعا، وفي اول بدايتي وفي طريقي يعني يمكن من حظي يعني. فطبعا ابتديت خايفه طبعا، هو كفنان حاسس بيها، قلبي كان بيدق جامد جدا. فطبعا كان يقول لي عايده تعالي عشان نعمل الحوار كده، انت ذاكرتي؟ اقول له ذاكرته كويس قوي يا استاذ محمود وكده. قال لي طب تعالي وكده عشان نعمل بروفه كده صغيره كده. فيقعد يعمل معايا الحوار، ببقى مخدوده برده وانا اقول له مش بصور ولا حاجه. يقول لي طب نعلي صوتنا شويه في الحته دي، انا في الحته دي هشخط فيك شويه، انت طالع اختي اصلك يعني وانت بتاع، وهشخط فيك شويه، فانت تكشي بقى. هتكشي ازاي؟ والله يعني حاجات بسيطه كده، بس الذكريات حلوه وجميله. كتير قلقت عليك ما عرفوا موضوع المرض، وعرفوا كمان ان هو كان يعتبر قديم شويه، فانت شفت ردود الفعل ازاي؟ وليه يعني ما اعلنتيش بشكل واضح في ساعه المرض ان انت كنت تعبانه يعني؟ ده 2015. والله انا ما حبيتش اقول لاي حد، وتعرف الفتره دي بتبقى صعبه شويه، مش عايزه اذك حد ومش عايزه اقول لحد يعني. الحمد لله ربنا مر الفتره على خير يعني. انا من 2015 الحمد لله اشكر ربنا يا رب. فاتت 2016 بخير والحمد لله وتمام التمام. ما حبيتش اقول. ابتديت اقول بقى لما مع منى الشاذلي بعد 4 5 سنين، وما كانتش جت صدفه يعني، وما قلتش بالظبط. هي بعد ما كنا بنعمل فيلم الكهف تقريبا وهي مستضيفانا، فتقول لي انت بقالك مده مختفيه. قلت لها لا ابدا، تعبانه شويه بس. نقدر نطمن الناس عليك دلوقتي؟ لا الحمد لله طبعا، من زمان الحمد لله، بشكر ربنا يا رب. والصحه دي اهم حاجه في الدنيا، ولا اي حاجه في الدنيا تساوي الصحه ابدا ابدا. اجمل حاجه وتاج على راسك انت، من غير الصحه ما تسواش نكله. فيلمين ومسلسل مع محمود ياسين، والنهارده تكريمه، يعني كواليس الشغل معاه بقى في التصوير، انت لما كان فتح احلامك وفجاه انت بتمثلي قدامه بقى، الوضع كان عامل ايه؟ وانا نازله دلوقتي جايه على هنا، بيتعاد الجزء الثاني من العصيان، ورده مرات حربايه. انا شوف المسلسل ده يمكن من 20 سنه، لا 2004. انا لغايه النهارده لما الناس بتشوفني في اي حته، ورده مرات حربايه، ورده مرات حربايه، مش ناسين الدور. انا متخيلتش فتى الاحلام ده هقف امثل قدامه تيتا تيت، ويبقى عندي الرهبه دي وابقى باصه في عينيه. انا اول يوم تصوير ما طلعش الكلام مني، ما طلعش الكلام مني، اقسم بالله ما طلع الكلام مني، اتلجلجت وعرقت وما بقتش قادره اتكلم، لغايه ما هداني وشربني حاجه وقال لي تعالي نعمل بروفا مع بعض. لا انا استاذ محمود ياسين بالنسبه لي رمز النجم، اللي حتى مخارج الالفاظ بتاعته مظبوطه، اللغه العربيه بتاعته سليمه جدا، لانه ده راجل قانون، هو دارس حقوق، وكمان صوته اجش حتى في الاذاعه، حتى في الحاجات اللي كان بيقولها بيعلق عليها بتاعه الافلام ابيض واسود. لا 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 انا استاذ محمود ياسين، انا شرفت ان انا في السي في بتاعي فيلمين ومسلسل معاه. اعرف ان انت ست قويه ومفتريه، ليه بيقال عنك من بعد شهر مايو، من بعد جنازه سمير صبري، ان تم اسكاتك بالقوه، انك ما تطلعيش تتكلمي ولا تعلقي على الموضوع تاني؟ ولا يجرؤ حد يسكتني ولا يوقفني، لان انا صاحبه حق. الحق دايما صوته عالي، عمر ما في حد في الدنيا يقدر يوقف صوت حق ابدا. كوني بحترم اشخاص ليهم مكانه ومعزه عندي، واني وعدتهم ان انا خلاص مش هتكلم في الموضوع ارضاء ليهم، ده مش ضعف على فكره، ده قمه القوه. قمه القوه ان انت في عز ما انت تقدر تعمل ده ما بتعملوش، احتراما للناس اللي انت بتحترمها. انما انا اي، طب ما انا النهارده في ناس ما كانتش عايزاني اجي، وعرفت وحاولوا يشيلوا اسمي. بس انت ما حضرتيش جنازه عزة سمير صبري؟ عشان كان عندي تحقيق على فكره، انا هم عملوا التحقيق في نفس اليوم، سياده المستشار في نفس اليوم ونفس التوقيت. فانا خيرتهم، قلت لهم اروح الاول احضر وبعدين اجي لكم، قالوا لي ماشي.
اتاخرت، انا اللي اتاخرت والله العظيم. انا كنت فعلا هروح اكتوبر الاول ان شاء الله، اقعد ربع قران بس واجي، بس الحمد لله انا ما روحتش، ده انا لقيت كل القنوات قاعده مستنيه اصلا. بعد الازمه اللي حصلت دي، ايه اللي طلعتي بيه من الازمه بتاعت جنازه سمير صبري؟ انا والله الازمه دي حد افتعلها، يعني عارف لما حد يتسلل فجاه كده وانت بتتكلم واحد صاحبك واخد راحتك، وفجاه تلاقي نفسك ترند زي نرمين الفقي اللي صحيت من النوم لقيت نفسها مخطوبه لاحمد ابو وشيمه، ونايمه البنت نايمه في سريرها لقيت نفسها ترند. انا كده بكلم ناس صحابي عند عربيتي لقيت حد متسلل صور بموبايل بقى ترند، والناس جت على صوتي بعد كده. حاجات بتحصل مش مترتبه، ولا كنت مرتبه نفسي ولا، ورايحه معيطه يعني. الناس بتقول لك بتبحث عن ترند. انا كان جاي لي اغنيه اسمها القطه السفله قبل الجنازه دي بثلاث اسابيع ورفضتها، دي اقسم بالله العظيم انا كنت عملتها مش ترند. بتعملها حريه فرغالي دلوقتي؟ يا حره تعملها، بس انا بحب حريه صراحه. كان بعتها لي جيفارا بابلو، انا اما سمعت الاغنيه غير اسمها بقى قلت له انا المحامي بتاعي ست المستشار مرتضى منصور، انا اول واحده هيحبسني ومش هينذرني، مش هيبعت لي انذار، هيحبسني. كلمتها قالت شيل ايدك اتحبست ست شهور، اما لو انا قلت القطه السفله هتحبس قد ايه؟ لا 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 لا، فرفضتها. لو انا هبحث على الترند، ده الترند جاي لي على طبق الماز، جاي لي على طبق الماز ما عملتوش. يعني الناس بس تفكر شويه عشان يبقى في مصداقيه في الكلام. ايه رايك في الموضوع بتاع شيرين وحسام حبيب؟ ولو هتوجهي نصيحه لشيرين تقولي لها، انا عارف انك بتحب. انا بيك فان لشيرين، اما بيك فان، اما بيك فان، انا من عشائك يا شيرين. مش ناسيه لك اغنيه، مفيش اغنيه قلتيها مش حافظاها، مفيش اغنيه ليكي مش عندي. انت طول عمري قويه وانا بستلهم قوتي منك، لان انا بحب الست القويه، بحب قوتك، بحب اصرارك، بحب عنادك. انت عنيده، بس اول مره اشوفك ضعيفه. كلنا بنمر بحالات انكسار، بلحظات ضعف، وبحالات بنبقى حاسين فيها ان احنا ممكن نتدمر، بس لا، بنقوم نقف تاني في ثانيه، تاني نقف تاني. عندنا ارض صلبه واقفين عليها، ارض صلبه، وعندنا اراده. انت ارادتك فولاذيه، حواليكي ناس بتحبك قوي، ملايين، مش في مصر بس، في كل العالم. فارجوك يا شيرين ارجعي قويه تاني. يعني ياسمين عبد العزيز قالت لك انا لو شفتك هضربك بالقلم عشان افوقك، انا نفسي اشوفك عشان ابوسك واقول لك ارجوكي ارجوكي ارجعي قويه زي ما كنتي. لا، هي مكسوره. الست اللي توصل للمرحله دي سيب نفسها تتخن، تقص شعرها، تحلقه بالموس، تطلع بالمنظر ده قدام الناس، لا دي من جوه متهلهله. اخر حاجه قبل ما اقفل معاكي بقى، يعني موضوع ان انت اتصدرت الترند وبتاع ده، يعني خلى دايما في اتصدرت الترند في موضوع الجنازه، ما انت طول الوقت بقى اسمك بقى مرتبط بالترند دايما، ده عامل لك مشاكل في حياتك؟ هقول لك حاجه، بس الجمهور مش اهبل، الجمهور بيبص كده بيقرا البني ادم. الناس عارفه ان انا صادقه، ما بكذبش، مش فيك، ما بطلعش اقول حاجه غير وهي حقيقيه ومن قلبي. فلو قلت ريان يا فجل هتشاف، انا عارفه. ليه مش متواجده بنفس عنفوانك الفني في الفتره بتاعت الثمانينات والتسعينات؟ هل لان الناس اللي شغاله دلوقتي مش هي اللي شغاله قبل كده اللي كانوا؟ في ناس كتير قوي جميله ومحترمه وكل حاجه. انا عندي ناس بتحارب بجد، بتحارب بضراوه، وايديها طايله، وحشين بجد. بس في سبحان الله، قد ما هم عندهم ناس بتساعدهم، قد ما عندهم اعداء بيساعدوني. ربنا اعدائهم هم اللي معايا دلوقتي. يعني انت في ناس هي اللي منع عنك ان انت تشتغلي؟ لما انا نجمه وانت مخرجه ولا منتج ولا انا مشاركاك في عمل هتشتغل معاك، لو شغلت غاده انساني لاخر يوم في عمرك. انت المخرجه اللي انا بنتج لك، لو شغلتي غاده معاكي ولا جبتيها معاكي انسيني، ما تشوفنيش نهائي. هتشغل غاده؟ كم واحده بتعمل؟ هي هم اتنين حيزابونتين بس بيعملوا كده في كذا حته، بس انقلبوا على بعض، انقلب السحر على الساحر، الحمد لله. ربنا قصه كبيره دي ما حدش يعرف عنها، عمرها ما كانت تحصل. ربنا ربنا رب لا نشرته، ما تقلقش عليا، طلعت مع رغده شلهوب ونشرته. متخانقين؟ ليه؟ بسبب الناس سربت عيد ميلادها على الهوا. برافو عليك، ادب والله العظيم. يعني حتى الصديقه الانتيم ما بقتش انتيم، بقت انتيخ. نورتنا يا غدا. حبيبي.